طلاق الإيلة، وإن كان جماعه لغير الفيئة خرج به من طلاق الإيلة أيضا. قال هذا من قبل. قال نعم. قلت ولا يصنع عزمه على ألا يفيء، لا ولا يصنع عزمه على ألا يفيء، ولا يمنعه جماعه بلذة لغير الفيئة، إذا جاء بالجماع من أن يخرج به من طلاق الإيلة عندنا وعندك. قال هذا كما قلت، وخروجه بالجماع على أي معنى كان الجماع بنية الفيئة أو ليس بنية الفيئة. قلت فكيف يكون عازما على ألا يفيء، على أن يفيء في كل يوم؟ فإذا مضت 4 أشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه، لم يعزم على الطلاق ولم يتكلم به، أترى هذا قولا يصح في العقول لأحد؟ هذا يريد أن يلزمه بدليل عقلي يعني. قلت فكيف يكون عازما على أن يفيء في كل يوم؟ كل يوم عازم على الفيئة، كل يوم عازم على الفيئة ومرت 4 أشهر فطلق عليه. طيب وبعدين الحالة الثانية إنه جامع بلا عزم فخرج من طلاق الإيلة. قلت فكيف يكون عازما على أن يفيء في كل يوم؟ فإذا مضت 4 أشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه، يعني لم يعزم على الطلاق ولم يتكلم به، أترى هذا قولا يصح في العقول لأحد؟ قال فما يفسده من قبل العقول؟ ما الدليل العقلي الذي يفسد هذا؟ قلت أرأيت إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك أبدا، أهو كقوله أنت طالق إلى 4 أشهر؟ يعني هل يستوي القولين؟ نقارن بين قولين. القول الأول قال لا أقربك أبدا، والله لا أقربك أبدا، هل هذا يماثل قوله أنت طالق إلى 4 أشهر؟ قال إن قلت نعم، يعني هو كأن المحاور ليس عنده حكم ولكن يقول ماذا لو قلت نعم، ماذا لو قلت لا، يعني إن قلت نعم يعني ما الحكم، يعني إن قلت هو مثله ماذا سيكون؟ هذا معنى إن قلت نعم، إن قلت نعم يعني هذا الكلام مثل هذا الكلام ماذا يكون؟ قلت فإن جامع قبل 4؟ قال فلا، ليس مثل قوله أنت طالق إلى 4 أشهر. قال فتكلم المولي بالإيلة، تكلم المولي الإنسان الحالف على ألا يقرب أهله 4 أشهر فأزيد بالإيلاء، بالإيلة ليس هو طلاق، يعني ليس كالإيلاء، ليس هو طلاق، إنما هي يمين، يعني التكلم مجرد التكلم ليس طلاق. يعني هو حينما قال والله لا أقربك أبدا، هل الكلام هذا طلاق؟ لا ليس طلاقا، بدليل أنه بيعطى مهلة للعود. لا يبقى نفس الكلام ليس طلاقا، فتكلم المولى بالإيلة ليس هو طلاق، لكن لو قال لها أنت طالق إلى 4 أشهر هذا طلاق مؤدل يقع عند مرور 4 أشهر، وله الحق من المدة دي إلى 4 أشهر أن يجامع زوجته. إلى هنا بمعنى بعض؟ نعم. إلى هنا بمعنى بعض؟ إلى 4 أشهر يعني بعد 4 أشهر؟ لا غاية نهاية، يعني أنت طالق إلى حد 4 أشهر؟ أنت طالق، يعني أنت بعد 4 أشهر أنت طالق. نعم نعم. قال إنما هي يمين في الإيلاء، يعني الإيلاء يمين ليس طلاقا. أمال بيترتب عليه الطلاق إزاي؟ هيشرح. إنما هي يمين ثم جاءت عليها مدة جعلتها طلاقا، جاءت عليها مدة على اليمين، مدة جعلتها طلاقا. أيجوز لأحد يعقل من حيث يقول أن يقول، يعني يعقل من أين يأتي، من أين يتكلم، كيف يتكلم،
كيف يتكلم كلاما مفهوما. أيجوز لأحد يعقل من حيث يقول أن يقول مثل هذا إلا بخبر لازم؟ ويقول قال يعني معارضه فهو يدخل عليك مثل هذا، يعني ما اعترضت به علي هو ما اعترض به عليك يا شافعي. قلت وأين؟ انقلب المسؤول سائل، والسائل ايه؟ مسؤول في الحوار. قال فهو يدخل عليك مثل هذا، يعني الذي تعترض به علي هو ما اعترض به عليك. قال وأين؟ قال أنت تقول إذا مضت 4 أشهر وقف، فإن فاء بعد 4 أشهر وإلا جبر على أن يطلق، أي أنك حولت الإيلاء إلى طلاق. هنا كأن المعارض أو المحاور للإمام الشافعي يقول أنت نفسك يا شافعي حولت الإيلاء إلى إيه؟ إلى طلاق. قلت ليس من قبل الإيلاء طلاق، ليس من قبل الإيلاء طلاق، يعني الطلاق لم يأتي من قبل الإيلاء اليمين، ولكنها يمين جعل الله لها وقتا منع بها الزوجة من الضرار، وحكم عليه إذا كانت أن جعل عليه إما أن يفيء وإما أن يطلق. يعني إن الطلاق لم يأتي من قبل الإيلاء، إنما أتى من قبل أن الله وقت له وقتا حتى لا يضر بأهله أن يرجع فيه. فالطلاق ما جاءش من قبل الإله، جاء من قبل حكم الله عليه أن يعود في هذه المدة وإلا طلق عليه. وهذا حكم حادث بمضي 4 أشهر غير الإله، ولكنه مؤتنف، أي حكم جديد، يعني حكم الله حكم جديد بعد 4 أشهر، مؤتنف أي جديد، وليس هو اليمين بالإيل. وأنا الإمام الشافعي كأنه يقول لم أقلب الإيل إلى طلاق، وإنما هو حكم الله بعد. يجبر صاحبه على أن يأتي بأيهما شاء، إما أن تأتي بالفيء أقال فيئة أو طلاق، فإذا امتنع منهما من الفيء أو من أن يطلق أخذ منه الذي يقدر على أخذه منه. إيه هو؟ طبعا هو بين أمرين، إما أن يفيء وإما أن يطلق. لم يفئ ولم يطلق، ما الذي يقدر عليه على أخذه من الطلاق؟ لأن الجماع لا يقوم به أحد مقام، أما للطلاق فإن الحاكم يقوم مقام الزوج ويطلق عليه. أخذ منه الذي يقدر على أخذه منه، وذلك أن يطلق عليه، لأنه لا يحل أن يجامع عنه، يعني وهذا الذي يمكن أخذه منه إذ لا ينوب عنه أحد في الأمر الجماع. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.